السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. ما تنسوش اخوتي لايك الفيديو وتعليقكم بخصوص الموضوع، واليكم التفاصيل. الراقصة مايا نزلت ستوريات على حساب الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فانتم اخوتي غادي تسمعوا شنو قالت. غادي نخليكم مع الفيديو. سيدة بالشهود، هاد الشهود اللي غادي يوصلوا للمحكمة معايا في كتافي في المحكمة. نكمل لكم، ما تمشيوش، لان هادك الشيء غادي نكمل لكم من بعد غيصدمكم، غتصدموا. بقات كل مرة كدير ليه لي كونساي، هاش خاصك دير، لا ما تقوليش ما ندير. قالت ليه السيدة كل كنتي كتعرف ما دير، ما كنتيش غتكون باقي حتى لدابا فاشل، لا دار لا دوار لا فلوس طوموبيل مقادله والو. كان ما والو انسان في الكره الارضيه كيتسارى ديما لاصق في صحابو وكياكل على ظهر صحابو. وسيرو جبت تبرقيقه ملي كان في المغرب وعرفوا بانه ما كان لا شيء. الناس اللي كيسحب لهم دار دي شوز، راه ما كاين والو، راه غا متلصق كبير. وبقى في هذيك السيده وقالت معليش، كيف هذيك السيده وقفوا معاها الناس عاونوها في حياتها، حتى هي غتعاون هذاك السيد، لان بان ليها كاين لا باز مزيانه، كاين الخير، راه ماشي كلشي غير فلوس وكلشي. نو نقدروا حنا الفلوس اللي كنديروهم، ماشي ضروري نبقى حنا لا نرجع في لو ميم مود دو فونكسيونمون. المهم بدا كل مره كيلقى لها السبابات، حقه ضرني ظهري، حقه ما نعستش مزيان، حقه ما فقتش بكري حيت بقيت فايق الليل كله كنقرا، ما غنمشيش نخدم دابا حيت بغيت نبقى معاك. انا وليت واحد يجي يقول لك في الصراحه تبدل لي الراي، ما بقيتش بغيت. وثانيا انا عندي اضطرابات، وعاد فقت بانني عندي اضطرابات وهكاك. انا ما كرهتش نموت، انا لو يخيروني نموت كنفضل نموت. وعاد دابا ملي كيبقى يقول ديك الهضره لديك السيده ديال صافي، حتى دابا انيولي وكل شيء، كيقول لها صافي ما حاولت ما قدرتش. واش حياه الناس لعبه ولا شنو؟ ديك السيده ملي كيشدها الهلع ديال الصدمه ديال انها دارت دوك المجهودات كاملين، وفي الاخر يقولها صافي لا في الصراحه جاني هادشي صعيب، انا بصراحه بغيت نبقى غير بوهالي. قال لها بغيت نبقى انا غير بوحدي وديع، انا اصلا حياتي كامله وانا ضيع، نقدر نعيش بتفاحه من ناكل ما نشرب، ما عندوش مشكل داك السيد. السيده كتسطى، ميتيفو ا سا بلاس، كتقول او ولادها بعاد منها، عائلتها بعاد منها، خلات الشهرة ديالها وخلات الحياة السعيدة، وبغات تغامر في حياة جديدة بلي موايان فينونسي ديالها، وبالتغيير اللي كيمشي مع داك لي موايان فينونسي والثقة والحب، حيت حباتو، حيت زعطات في داك ليماج اللي عطاها في الأول. عرفت واش اكتشفت ديك السيدة هاد الصباح؟ ديك السيدة اكتشفت بأنها كانت كتسجل كل نهار، مني بدات كتحيح عليه وكتقول ليه نوض قاعد، راه الحياه ماشي لعب وحياه الناس ماشي لعب. المشكل ان ماشي غير لقات التسجيلات، السيده لقات بانها كانت كتسجل حتى ملي كانت كتهضر على حياتها ولا كتعاود شي موضوع. ومني سولاتو قالت ليه بلي وكيتعداو عليهم الشميت، الحمد لله بلاد الحق. وكنقول لكم بون بلاتي ديروا نقطه نرجعوا، السيد بدا كيلعب دور الضحيه، انا عيقتي عليا، انا كديري لي الضغط، انا مريض. ومع بدا كيضعف بدا ما بقى فيه والو، وما كياكلش، كيعيش غير بالبنان باش يبقى عايش، باش نهار يبان للناس يقولوا مسكين. كيقول ليها في كل الاحوال شوفي انا كيدير وشوفي انت كيداير، انت عايشه حياتك زعما كيدايره فيزيكمون، وشو انا حالتي كيرضيتيني، شوفوا كيرضيتيني، شوفوا بشهاده العائله ديالو كيبكي كلا كيقول لهم انا عمري ما كليت هادشي اللي كناكل من ايد هاد السيده. انا عمري كان كيبكي كيقول لها انا عمري ما كليت اصلا هادشي. كاين هادشي في الفيديوهات، الله اودي وانتم حاضرين وشايفين هادشي بعينيكم. المهم مني شاف بان القضيه مزيره، اختنا عاقت بالبلان، وبداو كيوصلوها الدواسه، ومشات قلبت على الدواسه من راس مسقط الراس، مشات قلبت على الدواسه. هي معروفه ديك السيده كيف كتبغي تعرف اي حاجه كتجيبها في الدقيقه، عرفت داكشي ما فيه ما يتسمع. خونا مني عرفها زاد لعب دور الضحيه، يدور ويتقي وما كيعرفش يمثل التقيه. انا غنقول لكم اش كاين،
كيبقى كيقي راسو، ومني كيعيط للاصدقاء ديال هذوك الناس كيوريهم، كيتقي ويوريهم شوفوني تقيت، هادشي راه كاين، هادشي مسجل فيديوهات. المشكل ان من السيده حلت التليفون ولقات فيه لي زونغوجيسترومون ديكتافون ديالها داويه، لقات حتى فيديوهات. مني عيط قال لها شوفي انا راه صحتي ما بقاش كتسمح لي نبقى معاك، وما بقيتش باغي نبقى معاك حيت ما صافي ما بقيتش بغيت، وكتضريني في صحتي. صافي انا راه عيطت للمحامي اللي هي مخلصه، صافي راه انوليت كل شيء، جمعي حوايجك وسيري في حالك. مني حلت السيده التليفون لقاتو مسجل ديك لا كومونيكاسيون بينو وبين السيده في بيت النعاس، يلا فايقه من النعاس مبوقه مسجل راسو. ما بقى شوفوا الى ادعت الظروف غنحط هادشي كامل، باين وجه عادي وفيه الشر. هادشي كلشي كاين، شوفوا الشر وكيت هكا هكا غيبان لكم هكا، ومن بعد كيدير ما بقيتش المرين حالك. كانوا معاه ناس كنعرفوهم او عبر وسائل الاتصال اخرى، وذلك في وفاة المشمولة برحمة الله جدتي فاطمة المعطاوي، ونسأل الله أن يجازيكم عنا خير الجزاء وأن لا يريكم مكروه. شكر الله سعيكم وجزاكم الله خيرا. كل نهار ديك السيده كتخرج الزنقه كيشي مسطيه، كتحل التليفون كتبغي تهضر مع الاصدقاء ديالها، ما كتلقى ما تقول، ما عارفاش منين تبدا، ما منين غتبدا. بحال هاد لا فيديو اللي شفتو منهم عداد، هادي مده وحتى كتبغي تصارح صحابها وصحاباتها. فتعزينا الحاره الفنانه المغربيه اسماء منور والعائله ديالها، الله يرزقهم الصبر والسلوان، والله يجعل محبتنا صبر ودعواتكم مع اخوتي بالرحمه والمغفره، الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين، والله يثبتها عن السؤال ويجعل مأواها الجنه ان شاء الله يا رب. شكرا لكم اخوتي على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه. تشوفوا دور الضحيه اكبر دور في الحياه، ما تيقوش وانتم عارفين كيفاش داير. غتشوفوا بان بنادم غادي يبكي، بنادم راه بال على راسو. تخيلوا بحال كان مثل واحد الفيلم بال على راسو، عاد دار نفس السيناريو. تخيلوا صاحبه كيقول ليه بركه من التمثيل، راه رزتي فيه كتر من القياس، علاش كيكون دابا كيمثل كيتقيا وعنف بولو كبال. عقلتوا هاد القرايه؟ كنت قلتها لكم شحال، قلت لكم الضحيه ملي كيبغي شي واحد يلعب دور ضحيه. كانت قالت لي واحد خيتي في واحد الصالون شحال هادي، قالت لي شوف ملي تبغي تخلعي شي واحد بولي على راسك. وانا نسيت هاد المعلومه، كنت قلتها شحال هادي ونسيتها. سيد دارها لي قريض القرايه القديمه ديال التسعينات. لا وكيقول لك شوفي رابلت، شهادتي اللي رابلت مريض كنموت. جوست ابخي غيبان لكم جالس كيهضر عادي ومخرج عينيه كيسجل. وتخيلوا ان اخر مكالمه اليوم قال لها انا جوني غيان في المال، انا سجلتك حيت كنتي كتخلعيني، وكنت قالت ليه لا راك سجلتي حتى ما سجلتيش غير الحيحه، سجلتي والحيحه شفافه فيها الهضر على المصلحه ديال العائله، زعما على بنادم خصو يخرج يخدم ويكون مكافح ويكون قوط ويكون قاد، وتعطاتو الفرصه ديال الحياه خصو يستافد منها. لا ملي قالت ليه لا راك سجلتيني كنت كنهضر على شي حوايج بيرسونيل ديالي، قال لها اه باش شي نهار الا وقعت شي حاجه يكونوا عندي دلائل. دونك دابا سمعوا، دابا 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 غتجوجوا وغتعيشوا مع واحد الراجل اللي انتي عطيتيه كلشي والثقه التامه، حيت بان لك ولد الناس بصح نيتو كيخاف الله، كيصلي 5 مرات في النهار، وانتي انتي بيتا محل مع الحيه، انتي مشاركه حياتك مع حنش. كي جاكم هادشي نهار اللي صافي فهمات ديك السيده بان سي لا ميرد وخاصها تجبد شي قوه خارقه من شي جهه اخرى، النهار كله هي كتبكي. من بعد عيطوا لهذاك لو كوبل دامي ديالهم باش يشهدوا، حيت هما شاهدين من الاول على كل شيء.
اش دار هو؟ قال لها حكا باي تشاو، انا عندي واحد لو موضوع ما فامي مرات خصني نمشي نقابله. هو باش يسلت حيت صافي تبرق، والسيده جابت الدواسه والسيده عاقت بالبلان كامل وكتدور وكتلغط سكي نورمال. قال لها باي باي تشاو انا غادي. قالت لي واش بدات تبت معايا اش غندير اش كي غندير بوحدي كي منين غنبدا؟ ناضت ديك السيده هزات ليه الباسبورات ديالو خزناتهم، قالت لي زيد جلس معايا طابل بعدا نشوف واش غنقادو في البروغرام. ديك الساعه بغيتي تسافر سافر. دازت نص ساعه رداتهم ليه حيت فهمت بان ما غتصور حتى وزه داكور. دونك كيف كي حيداتهم كي رجعاتهم حيت ما كاين ما يدا. المهم بعدا في هذاك النهار اللي بقات فيه ديك السيده النهار كله وهي كتبكي وهو جمع حوايج وحكا خصو يهرب حيت دابا هذه هي قضيته. حتى في المغرب معروف هكا، حتى داك صاحبو اللي كان معاه في المغرب دار ليه نفس القضيه. مني داك صاحبو تخاصم مع على فنيان ما كيدير والو ما هادي بات ما صبح. حتى هنا فيدير لنفس صحابو فيدير لهم نفس الفيلم، غير اللي كيقول ليه نوض جمع راسك راك راه كدير فيه ما هوش كيغضب حقه وكيغبر. دونك السيده مني شدات التليفون لقات راسها حاطه زباله ديال الفلوس ما بين الانستالاسيون ديال الدار وما بين داكشي كامل. المهم انا غادي نوريكم شحال خسرت ديك السيده ان جور مني غتوصل هادشي للمحاكم لي غولفي بونكير ديال حياته قبل وحياته فينونسيير من بعد راه زعما ما كاينش اللي ما غيتصدمش. المهم هادشي غيشوفوه القضاة. انا شوفوا انا هاد لافير هادي دايراها افير بيرسونيل، نعاود نقول لكم نبيع فيها كلوه حقي وحق جميع العيالات اللي كيضحك عليهم وكيتشتف عليهم. مازال انا قاده بشغلي، انا كنهضر على الملايين اللي عمرهم ما عرفوا ما يديروا رجعوا للمغرب ادوار الايد القدام والشمته من الفوق عمرهم ما يبراو منها. والمهم في وسط هذيك الصدمه وداك البكا وداك الحاله كانت بغات تدخل غير المغرب. قالت لي في الصراحه نعطوني 10 مليون دابا ندخل في حالاتي. هادشي اللي قالت لهم السيده قدام صحابو، قالت لهم صافي انا بغيت ندخل، صافي بغيت بناتي بغيت داري انا بغيت ندخل، صافي انا جمعوا لي دابا 10 مليون دابا ندخل. السيد بقى عاقل على داك لو شيفر. البارح قال لها البارح مني عيط لها داك لو سكرين اللي وريتكم باسكو سي سو دي فيديو، قال لها السلام. بعدا في الاول كيبان درهم هكا. انا قررت وعيطت للمحامي راه انوليت كلشي. المحامي اللي هي مخلصه حتى دابا تقريبا 5 مليون دغيا المحامي، بلا ما نهضروا على الحياه اليوميه وعلى الماكله وعلى ياك. وقالت لي هو بلاتي زعما هادشي ان شاء الله كل شيء غنشوفه. زعما انت كي درتي ليها شد اش لحقك للمحامي واش لحقك لهادشي؟ قال ليها غنعطيك 3000 دولار دابا لاخر الشهر و7000 دولار. السيد جا الشغل واعر، السيد لقى راسو معني فخور، لقى راسو بانه الصراحه عمره ما يقدر يكون شي حاجه اللي واخا كان كيتمنى يكونها ما يقدرش. الحل الوحيد اللي كان عنده هو يمرض راسو حيت كيبقى يتقيب العاني، بقى كيضعف لان اش غيدير دابا؟ دابا بيناتنا شنو هو الحل الوحيد عنده باش يبان ضحيه؟ يقتل راسو بالجوع ويمرض راسو ويضعف. كيدور وكيقول ليها شوفي انتي خارجه ودايعه كتعيشي الحياه وشوفي انا مريض. نعاود لكم كيفاش السيده اكتشفت داكشي ديال التليفون. نعاود لكم هادشي غير شويه من داكشي اللي لقيت حيت مني الوغ كيفاش دارت السيده الفيلم باش خدات التليفون. السيده دقات عليه في الصباح حيت كل واحد دار بيتو دوبي ان مومون. دقات عليه قالت ليه خصنا نتفاهموا دابا باش هو البلان حيت هادي ماشي حياه شغل نديرو دوا ومع اختو تفاهموا على دي ديتاي ديال المعيشه اون اتوندون يلقاو الحل اون اتوندون الامور تفك. المهم هي السيده فاقت الصباح دقات عليه بيان سور لعب انا كنموت. دارت ليه اكزاكتومون الفيلم ديال المرايا، داكشي اللي دارو دارتو هو بداك. قالت ليه على ظهرو من هنايا حتى لقى زيبتو. هي تجبدات في الارض وتصافي تكريزات وبنادم بال في حوايجو. المهم مني منك واحد اللعبه ديال المهم عامو في التقيه وماشي مشكل. وهي كتغوت كتقول له اعتق عيط لشي حد صافي راه غنموت اليوم بجوج. داك السيد مع القراص ومجبر تاهو سخا فيلم فيلم. وديك السيده في خاطرها كتقول والله ما نتفك حتى وكان ناخذ اون بروف. بقات كتقول لي اعتقني 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 راه غنموت. شدتني شي كريز. داكشي اللي كيديرو دارتو. يلا هو حتى على التليفون غيعيط ودار راسو سخف وركات على التليفون لقاتو باقي قبل ما يتسد
خرجت من الدار واكتشفت الحقيقة. عرفتو جا صاحب داك السيد، لقى سيدك ها، حيتاش ملي كتكتشفوا حتى ان لونفون ديالو مسجلو كيعاود ان انفون و فوالا لا جي ديكوفير كي كان كيسجلني فوالا تخيلوا دابا طفل تايق في الاب ديالو كيعاود ليه، والاب باسكو الاوديو طويل كيسليه لسانه، والطفل قال للوليد قال له ياك ما غتقولش لماما هذا الشيء ياك، قال له لا ما غنقولش هذا الشيء بيني وبينك. ومني سولته السيده قالت لي علاش واش وصلت الوقاحه انك تتخاي ان اونفون، قال لها لا حيت الولد كان كيقول شي هضره وكان خاصني نعرف من مو شنو هو داك الشيء. ماخش با كوم سا، تخيلوا دابا هادشي كامل كيدور. وقال لها اليوم جو ني ريان في دو مال، انا ما بقيتش كنحس براسي مزيان معاك، وانا كتخلعيني وكنحس بالضغط، ومني كنشوفك قلبي كيتزير عليا وما بقيتش كنقدر ناكل. كمان دابا المشكل انني متأكدة انه ما غيخلي ما يقول، وانا مستعدة للحرب. دابا الواعرة هاد السيد هو اللي مطيق بان مرته دايره ليه السماعات، حيت مرته تيلمو قافزه كتجيب الضواسه اون ان كلان دي وكتفهم شي حوايج، حيت ديك السيده نتوما عارفينها انتيليجونت وعندها واحد الاحساس خطير كيوصلوها الاحاسيس الضواسه، كي غير كتخمم كيبان ليها بان سا سي لوجيك سا سي با لوجيك. المهم قالت ليه هادشي اللي كدير فيه اللي معمرك شي واحد من صحابك من بلادك راه مور غادي يخرج عليك. هو يقول لها اذا انت كتصنتي عليا في التليفون انا غادي نعيط لا كومباني ديال التليفون، داير عليا التصنات ديال التليفون زعما انا المخابرات. دابا انا ما فهمتش، قلت ليه كيفاش بغيتيني نتصنت عليك بعدا كيفاش في التليفون يستحيل، وفي داري ما كنتش كنتخمم اصلا اطلاقا انني في داري غيكون عندي التليفون مخزون كيسجلني. والمهم غادي تشوفوا يمكن غدا ولا اليوم ولا جو سي با كون اكبر دور ضحيه شفتو في حياه السينما العالميه. نعاود نقول لكم بزاف غادي يقدروا يتيقوا، حيت بنادم ملي كيغبن اصلا راكم شفتو عنده التغبان هي اسهل حاجه، ويبول على راسو ساهل جدا، والتمثيل ديال التبواع، وغادي يوريكم الدوايات لي زونتيبيوتيك حيت لقى واحد البكتيريا عنده في المعده ديالو. غتعيشوا الحياه، غتشوفوا لوسكار اللي كان كيحلم به، اللي كان كيبقى يقول للزوجة ديالو انه غادي يشد لوسكار غادي يشدو دابا. وانا راه كنحلف بيميني، اقسم بالله الا جون في اون استوار انترناسيونال، باش ما بغات تخرج حيت تظلمت حيت جيتي تخاي، وكاينين شي دواسة اخرين بلا ما ندخلوا ليهم، نتوما كتبتوهم ليا، والالوان صافي نهضروا على الالوان، شي دوا صار ما فيهم ما يتسمع. كانت كتسولو السيده كتقول لها جي راه بانت لي القضيه مخلطه، واش غير انا اللي شاكه ولا اش كاين، حيت القضيه ما عجبتنيش، راه هذاك الشيء اللي كان في الاول ماشي هو هادشي اللي كنعيشوه دابا، راه بنادم طلاشا بنادم ولاي. يلا تشفاو تشفاو اللي تشفى فيه تجي ساعته شي نهار ويتفكر هادشي اللي كان عايش، ويتفكر لي زيكسبيريونس ديالي كاملين. الحمد لله اللي نقول لكم لا ديفيرونس اللي بيني وبين واحد اخرين سي كو جي لي زوتي باش ناخذ حقي. انا ملي كنتخيل ان الملايين كيوقع عليهم هكا وكتر وكيتلاحوا للزنقه وكينعسوا في الزنقه ما كيلقاو ما ياكلوا، راه كتشدني التسطيح. انا اصلا شوفوا شوفوا الحقيقه، السيدة كان عندها واحد التخوف بسيط، ولكن كانت كتبقى تكذب راسها كتقول بركة وبركة وبركة، حياتك كاملة وانتي هزة لانطيرات، حياتك كاملة وانتي هزة سلاح صافي. السيد راه ما عنده والو باش بغيتيه يضرك، ما عنده والو، انتي اللي هزيتيه لا شيء، فاش بغيتيه يضرك؟ جوستومون خاصكم تخافوا من الناس اللي ما عندهم والو. لي جون كي نو ريان ا بيردر سون لي جون لي بلو دونجورو اللي تقدروا تدخلوا في حياتكم. الحمد لله اللي ما معاه شي اسرار، الحمد لله اللي ما طقتش كنقول لكم عندكم تعاودوا.
الحمد لله اللي ما وراتوش لي كونيسونس ديالها، والحمد لله اللي ما كونيكتاتوش، حيت هو في الاول كان بدا كيقول لها بغيت ندير الزيوت، بغيت نجيب الزرابي، بدات يلا بدات كتحرك لي كونتاكت باش تعاونو، وحبسات كانت غتستغل دي كونتاكت عندها باش تحرك ليه البيزنس. لقات بانه ماشي بيزنس مان، رجعت للور واحد 10 الخطوات. اوغوزمون ايلي ولي ميساج ديال العشق وديال التسلقيط بينه وبين واحد لا جورناليست كيضحك عليها باش دوزو في واحد البرنامج. ياك مادموزيل اش كلشي عارف غروند بولا زعما عادي جدا. قالت لي تو ان بو برونزاج اوكي صيفطو التصاور. ومني سولت مني لا دام افو لافوار دي زيكسبليكاسيون، قال لها سيتي ديجا مال اونتر نو ديجا في لانيفيرسير لانيفيرسير ديالو، قال لها جيتي با بيان قلت ليها سي فيني اون اتوندون تفيق من القلبه، يمكن هذيك سي فيني غتقول مير جو سو اون تران دو فير اون ايرور، راه سان سو في با دو جوي افيك لا في دي جون. لا بنادم عاد سيتي بيان، لا حيت قلتي ليا وانت قلتي ليا. المهم كيتسناكم. ما قدرتش شي مالاد، انا نوريكم ماشي غادي يوريكم، ماشي نقول لكم شوف اش غادي تشوف. وغادي يتقي لكم الخضوره والسباوات. ما قدرتش دابا فيه ما يمثل، ما قدرتش جي اسي جو لي ايمي، ما قدرتش. المهم هادشي بحال ما قدرتش، جو سوي مالاد، جو نتو بلو لا فواغ، كون جو لا فوا جي بور. دابا هو كيلعب على هاد الجهه هادي باش في المحكمه يدير لهم بحال امبر، فهمتي، غيتغبن عليهم زعما هو كيعيش العنف المنزلي، هو كيعيش لاخسيلمون في الدار. المهم غتشوفوا هادو مغورين، هاد العظام خارجين، الوجه بيض، وها و الا دار هادشي غادي نوريكم لي فيديو ديال كيفاش كيكون قبل ومن بعد اللي كيبدا يمثل، حيت مع بنادم بليد ما كيشوفش بان الجهه ديال التليفون كتبين وجهه. غتشوف بنادم ما كيعرف تيبوع تبوع ديال التمثال. عرفتوا شحال من مره درت دي فيديو كنتقطع بالفقصه وبالشمته، كنبغي نبوستيهم وكنحيدهم. لو نومبر دو فوا اللي حتى كنبغي نعاود كل شيء في انيطا مرفوعه ما بين الحماق وما بين ما متيقاش، كنقول دابا غنفيق من النعاس جو في ان كوشمار، لا دابا غنفيق غنلقى راسي في داري. وكشحال من مره كنقول غنمشي لداري غنرجع لداري، اخرتها ان بي دافيون بيزنس كلاس وانا في داري. ولكن تو سكو جي انفيستي ايسي لو طون لينيرجي لي سونتيمون لارجون صافي وندخل. دونك الحلم ديال ان بيي دو دغوا ونعيش فيه بكرامة ونعيش به حياتي كيف بغيت، ونسهل على بناتي دو بروسيس باش يجيو، ونتحاكم مع واحد السيد اللي بان ليا فيه الخير، نضربو في الزيرو. نو جو بريفير ماكروشي كوت كو كوت. فهنا خوسي كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.